لا شيء أكثر فتكاً من الكوارث الطبيعية، تضرب على حين غرة وتضع الآمال والابتسامات ودفء الأسر في مهب الريح أو تحت مياه الفيضان أو في مجرى سيل عارم يقذف في طريقه الحجر والبشر. مات آلاف البشر هذا الأسبوع عندما اهتزت أرض المغرب وحين علت موجات البحر في درنة فابتلعت نصف المدينة، لكن صفحات التاريخ كانت تتشح بضحايا سابقين. ففي عام 1931 شهدت الصين أكبر كارثة في تاريخها مع فيضانات وسط الصين التي قتلت نحو مليوني شخص. وفي عام 1887 تسبب المطر الغزير في زيادة منسوب المياه بنهر هوانغ هو المعروف باسم النهر الأصفر، ففقد نحو 900,000 إلى مليوني شخص حياتهم. وكانت للأعاصير كلمتها، فتسبب إعصار بولا عام 1970 في قتل ما يقرب من 300,000 إلى 500,000 شخص في بنغلاديش بعد أن وصلت سرعة رياحه إلى 130 ميلا في الساعة. قبل الإعصار بقليل نشأت عاصفة ارتفاعها 35 قدما ضربت الجزر في خليج البنغال وتسببت في حدوث فيضان كبير. وفي عام 2004 هاجم إندونيسيا زلزال بقوة 9 ريختر في مدينة سومطرة أسفر عن مقتل 227,899 شخصا، ونتج عنه سلسلة من موجات تسونامي كبيرة يتراوح ارتفاعها من 15 إلى 30 مترا، ما حول المدينة الهادئة إلى أطلال تغطيها سحب الموت. واعتمد المجتمع الدولي منذ عام 2015 ما يعرف باسم أهداف سندين لتقليل الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار في تقييم الكوارث الطبيعية والحد منها، لكن أطرافاً عديدة شككت في قدرة العالم على الوفاء بالتزاماته لحماية الإنسانية في الموعد المحدد. طيب أهلاً بحضراتكم. يمكن اللي احنا شفناه ده وكأنه خلفية تاريخية من تاريخ ليس بالبعيد، يعني في النهاية اللي حصل في الصين، اللي حصل في إندونيسيا، اللي حصل في بنغلاديش وهكذا، لكن احنا على حد علمي المتواضع ما كناش بنشوف الكلام ده عندنا في منطقتنا في الشرق الأوسط، جنوب البحر المتوسط، المنطقة العربية، يعني سمي كيفما تسمى. يمكن أكبر حاجة حصلت أنه زلزال 92 اللي كان عندنا هنا في مصر. يجي سؤال، هو المنطقة عندنا لا قدر الله دخلت في ما يمكن أن نطلق عليه أحزمة الزلازل، أحزمة الكوارث الطبيعية، العناصير المدمرة وما إلى ذلك، اللي حصل في المغرب ثم اللي حصل في ليبيا، يخلينا نضع هذا التساؤل. وهنا خليني أرحب جدا بضيفنا العزيز داخل الاستوديو الدكتور المهندس السيد صبري، استشاري المتغيرات المناخية والتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. يمكن هبدأ بالسؤال اللي بيدور في ذهني وبيدور في ذهن ناس كتير، احنا المنطقة بتاعتنا لا قدر الله دخلت في أي من أحزمة الكوارث الطبيعية؟ طبعا الكوارث الطبيعية أنواع، منها الزلازل، وأنا طبعا يعني لا أدعي أن أنا خبير في الزلازل، ولكن طبعا طبقا للمعلومات اللي أنا أعرفها المنطقة عندنا يعني في مناطق بنقول اللي هي بتبقى معرضة أكثر لحدوث الزلازل، اللي هي بتبقى الفوالق ما بين زي عندنا الفالق بتاع البحر الأحمر الممتد وأماكن مختلفة. وحصل عندنا زي زلزال أغادير والزلزال اللي حصل فيه، ولكن ما كانتش يعني بتيجي على فترات طويلة، ودي طبعا زي ما قلنا ديت بيبقى صعب جدا حتى الآن صعب التنبؤ بيها، لأنها زي ما قلنا بتبقى يعني حركة ما بين الصفائح التكتونية، وسواء تصادمات بينها أفقي أو رأسي،
يعني، وده طبعا بيبقى له تأثير على المنطقة، والكوارث عموما التأثير الخطير بتاعها بيجي من ايه؟ مرتبط بالمكان اللي حصلت فيه، وبالذات لما نتكلم عن الزلازل المكان اللي حصلت فيها، المكان مزدحم السكان ولا مكان في صحراء. المكان ده بيبقى الآثار يعني البنايات اللي فيه يعني مبنية بناء مش مبني على أكواد مظبوطة، وبناء هش في أماكن قبل التصدع، كل ده بيزود التأثير. كل ما كان في استخدام لأكواد جيدة في البناء، وأيضا بعيدة يعني في أماكن ما تكونش مزدحم السكان، ففي الحالة ديت التأثير طبعا بيكون أقل، فهو متفاوت على حسب الكلام ده. أما خاصة في بالنسبة للزوار الأخرى، أعاصير كل ده بقى، ده طبعا ده أساسا دي كانت بتحدث زمان، ولكن بتحدث بشدة أقل وعلى فترات طويلة جدا. الجديد أنه بسبب ما يسمى بالتغيرات المناخية، والتغيرات المناخية سببها الرئيسي زيادة كمية الانبعاثات الناتجة من الأنشطة البشرية، خاصة في الطاقة، استخدام الطاقة وتوليدها والصناعة، وأيضا استخدام الأراضي. فالغلاف الأرضي، الغلاف الكرة الأرضية بقى يعني فيه كمية كبيرة جدا من الانبعاثات أكتر بكتير من الطاقة التي يستوعبها، وده يعني جعله أنه قادر على احتباس كمية كبيرة من الحرارة ناتجة طبعا عن سقوط أشعة الشمس على الأرض وانعكاسها. وده الاختزان لكمية الحرارة دي رفع في متوسط درجة حرارة الأرض، وأيضا رفع طبعا بما فيها المياه واليابسة، يما معنى كده درجة الحرارة بتاعت المياه السطحية للبحار والمحيطات ارتفعت، وبالتالي بقى زادت كميات البخر وكميات السحب الممطرة مع عدم اتزان حراري في الغلاف الجوي، فده أدى إلى ما يسمى بالظواهر المناخية المتطرفة أو الجامحة اللي هي الإكستريم ويذر إيفنتس، على رأسها طبعا الموجات الحارة شديدة الحرارة، الموجات الباردة شديدة البرودة، اللي بتؤدي إلى عصير مدارية. وعصير عموما يطلق الإعصار بالذات على بيحصل في المحيطات، لأنه بيبدأ في المحيط ويبدأ يزداد، ثم لما يوصل إلى زي مثلا إعصار كاترين اللي حصل في فلوريدا وكده، لما بيوصل على الشواطئ بيكون له تأثير تدميري كبير جدا، لأنه ارتفاع الأمواج هنا بيبقى عالي جدا، ثم بعد كده لما بتقدم في اليابسة بيبدأ ينكسر الموجة بتاعته. اللي بيبقى في البحار يعني زي البحر الأبيض المتوسط وبحيرة شبه بحيرة يعني، فبيبقى احنا بنسميه إعصار مجازا، لكن هو بيبقى عاصفة قوية جدا، وهذه العاصفة ممكن تبقى من قوتها وتأثيرها بتبقى يعني تقترب من الإعصار على المكان اللي هتيجي فيه، زي ما احنا بتسمعنا مثلا حصل على يعني شمال السواحل ليبيا الشقيقة وعلى درنا، لأن يعني الإعصار العاصفة دي بدأت الأول على اليونان، اليونان وتركيا وبالذات شرق اليونان، عملت فيضانات وسيول وغرقت الدنيا هناك وعملت فيه خسائر كتير وضحايا، ثم بدأت بردك تنتقل وتزيد وعدت على البحر الأبيض المتوسط ودخلت على ليبيا. وزود القصة دي كمان، هي المفروض لما بتيجي على السواحل الليبية تبدأ تنكسر وتخف، لكن اللي حصل ان جاي كمان طيار بارد من البحر الأبيض المتوسط زي ما الأصوات الجوية قالت، فده زود بعد ما كانت هتبدأ تقل وتضمحل، لا زودها أكتر وبدأ يبقى التأثير بتاعها كبير. اللي بيفاقم المشكلة زي ما قلنا في الأول، إنه المكان اللي بتيجي فيه، إذا كان هذا المكان مثلا عمل فيضان كبير، لو كان في مباني هشة أو مباني مش مبنية جيدة وفي الوديان بتاعت الأودية، هنا تبقى الطامة الكبرى طبعا. يزيد الطين بهلا كمان، لو كانت هناك سدود زي السدين اللي انهاروا دول، السدود دي طبعا كمية كبيرة جدا من المياه هتاخد قدامها كل اللي موجود، خاصة كل اللي في الأودية دول مش هيلحقوا يعملوا حاجة. ومع وجود زي ما سمعنا إن السلطات الليبية في نظم إنذار بالذات للظواهر الجوية، في نظم إنذار مبكر، وممكن يبقى الإنذار قبلها بفترة مش زي الزلازل. الزلازل حتى الآن
لم يتم الوصول إلى أنظمة إنذار مبكر ناجحة. صحيح. حاليا بيدوروا على استخدام الموجات الصوتية بطريقة وبأخرى، يعني اللي هي احتكاكات الصفائح التكتونية دي، لكن لسه لم يتم الوصول لك. أما بالنسبة طبعا احنا عندنا نشرات الأرصاد الجوية بتبقى شايفة كل العالم في تنبؤ ممكن لأسبوع، وتنبؤ لفترة أطول، وتنبؤ لثلاث أيام بدقة عالية وهكذا. فأنت ممكن تبقى عارف من أثار من أول مكان في اليونان بدأ يتقدم في اتجاه ليبيا، فبدأ يبقى في نوع من التحذير للناس اللي موجودين، وخاصة اللي موجودين في درنا. والزام سمعنا اللواء المسماري قال يعني أن بدأوا يبعثوا فرق من القوات المسلحة عشان تحذر الناس الساكنين في هذه الأماكن، وانهم يسيبوا الأماكن ديت ويروحوا لأماكن آمنة. لكن يعني الناس ما كانوش، عشان ما حصلش قبل كده من زمان، وما كانش متوقع أن انهيار السدين دول اللي فيهم كميات كبيرة جدا من المياه، فما استجابوش بالقدر الكافي. طبعا ده قلة الوعي، ولأن المكان أماكن البنين برضك الأماكن فيها مش مظبوطة، فده اللي حصل أنه أدى إلى خسائر كبيرة. فدائما الخسائر من الكوارث الطبيعية خاصة العواصف والأعاصير والأعاصير الرملية بتكون اللي بتقع عليه هذه الكوارث، هل مدى الجهوزية والاستعداد بتاعه للتعامل مع هذه الكوارث، هل هو عنده استعداد كافي وعنده تدريب وعنده وفرق الإنقاذ ومدربين وفي تنسيق جيد ما بين الأجهزة المختلفة، ولا ما عندوش الكلام ده، أو عنده تدريب نظري وخلاص. فساعة الجد بتبقى المشكلة دي هو اللي بيبان فعلا مدى قدرة هذه الدولة على التصدي وتقليل الخسائر بقدر الإمكان. ثم بتيجي مرحلة بعد كده الريكفري، أو إزاي يستعيد بسرعة الوضع السابق، ودي بتختلف من دول متقدمة على حسب قدراتها على دول نامية. طب أنا هسألك يا دكتور بعد إذن حضرتك، هطلع لفاصل وعايز أرجع بعد الفاصل، يمكن محتاج أن أنا أفهم يعني حتى كمان من واقع ما قمت به من مهمة في السابق مع الأمم المتحدة كمنسق لاتفاقية الأمم المتحدة لمتغيرات المناخية. هل ده معنى أن احنا نتوقع بشكل عام المجتمع الإنساني وكمان في منطقتنا بالأخص المزيد من مثل هذه العواصف أو الأعاصير أو العواصف الشديدة؟ يعني أنا حتى كنت بقعد أتساءل، وما إحنا ما كناش بنسمع على دانيال ده قبل كده؟ يعني عمليا كان الظاهر بيه بس مش بهذه الشدة. هل هتوقع التزايد؟ ده سؤال خلونا نجاوب عليه ولكن بعد الفاصل. خلوني بعد إذن حضراتكم نجدد الترحيب بالدكتور المهندس السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. وكنت بتساءل باللي احنا بنشوفه ده وبكل ما نقرأه ونسمعه عن المتغيرات المناخية يبدو أنها تأتي لنا بشكل شرس، هل هتتطور لما هو أكثر شراسة؟ الحقيقة كل التوقعات السيناريوهات بتاعت التوقعات المستقبلية وطبقا لما يحدث حاليا التوقع الأسوأ هو القادم. الأسوأ هو القادم. ليه؟ لأن يعني العلم بيقول، أو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ودي هيئة من العلماء على مستوى العالم جميع الدول، وهي الذراع العلمي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، هي اللي بتقول الرأي العلمي اللي يجب أن يتبع. الحقيقة هذا الرأي لا يتبع، بمعنى أنه مثلا هي قالت ان في الغلاف الجوي كميه من الانبعاثات تتعدى ال 45 جيجا طن، وده اكتر بكتير من الطاقه التي يستوعبها المناخ الكره الارضيه، وده فيه خطوره شديده، وكل السيناريوهات بتقول ان ممكن درجات الحراره لو ارتفعت عن عدة درجتين كل ما تزيد، حاليا في الحدود 1.1 1.2، واتفاقيه باريس قالك يجب الا تزيد عن 1.5 وفي أسوأ الأحوال عن 2، وده الهدف الرئيسي، وده معناه أنك يبقى لازم تخفض الانبعاثات بنسبة معينة. هذا ما لم يحدث، وبالتالي التوقع أنه مش هتبقى 2، تبقى 2.3 وممكن 4، وكل درجة من الدرجات دي بيناظرها على طول أحوال مناخية أسوأ، أو يعني آثار تغيرات مناخية أسوأ بكثير، سواء بقى من
تذبذب أحزمة الأمطار كميا ومكانيا، هيبقى في لخبطة جامدة جدا، ارتفاع مستوى سطح البحار إلى مستويات غير مسبوقة. ده طبعا كل الدول الجزرية والدول اللي لها شواطئ في فيها مناطق منخفضة يعني ممكن تغرق. تأثير كبير جدا على الانتاجية الزراعية وعلى الموارد المائية وعلى الأمن الغذائي. فكل ده يعني مرتبط بالجهود اللي بتتم. الجهود الحالية اللي بتتم على مستوى العالم ليست كافية، وده السبب اللي خلاهم في يعني دول الصناعية والدول المتقدمة قال لك الجهود اللي احنا بنعملها كدول صناعية لخفض المأسات مش كافية ولازم الكل يشارك. طيب ماشي، طلعوا اتفاقية باريس او التحديث للاتفاقية الأصلية وخلوا الكل يشارك بطريقة بأخرى، كل واحد على حسب اقتصاده وإمكانياته، وطلعوا ما يسمى الـ NDC او Nationally Determined Contributions او المساهمات المحددة وطنيا. يعني كل دولة تقول هتعمل ايه عشان يبقى هيبقى في نوع من الالتزام. حتى الآن حتى الكلام ده ما تنفذش برغم ان يعني الدول حاولت الدول النامية، بس عشان الدول النامية تساعد في التزامات على الدول المتقدمة الدول الصناعية طبعا. اللي هي خدت ومن من التنمية الغير منضبطة اللي تمت في الفترات السابقة وقت عندها تمويل ومجتمعاتها تقدمت كان المفروض عليها التزامات من ناحية التمويل ودعم الدول النامية. أو التمويل مش يديله فلوس، التمويل يساعده في نقل التكنولوجيا وفي عمل مشروعات للبنية التحتية وتطوير البنية التحتية عشان هذه المجتمعات تبقى خدت حقها من التنمية وفي نفس الوقت تبقى قادرة على أنها تتصدى لتغيرات مناخية. لأن الموضوع مش فقط تخفيف الانبعاثات، الموضوع الثاني التكيف من أثار تغير المناخ. لأن ما يحدث حاليا هو نتاج انبعاثات من 20 و30 سنة. انبعاثات دلوقتي اللي هي كتير هتدي الأسوأ زي ما عشان كده قلنا، لأن اللي احنا بنراه دائما ده نتاج 20-30 سنة سابقة. وبما أن كده على طول بما أن الانبعاثات الحالية أكتر يبقى معنى كده القادم هو الأسوأ بالمنطق. خلاص بقى ده دي معروفة، السيناريوهات كلها بتقول الكلام ده. وما لم طبعا وده يعني ده رأيي الشخصي انه ما لم يتم تعاون كامل وصريح والتزامات على الدول الصناعية دي تكون تتم بالقدر الكافي والكامل والتصدي الحقيقي على مستوى العالم. لكن هو اللي موجود حاليا هو نوع من يعني عدم الثقة ما بين الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة انها لا تفي بالتزاماتها وانها عندها نوع من الأنانية تنظر لمصالحها بس. وزي ما يعني تم كنا بنتكلم حضرتك اللي تم صرفه على حرب اوكرانيا وروسيا وغيره من الحروب، يعني هم يسارعوا لتمويل الحروب بدون اي تفكير. لا تمام، وغير ان الحروب دي ننمي الشعوب، غير ان الحروب دي بتساهم بقدر كبير في الانبعاثات طبعا. عندك الاف الدبابات والمركبات والانفجارات اللي بتحصل دي كلها بتطلع انبعاثات. ف يعني موضوع التمويل ده ونقل التكنولوجيا صديقة البيئة ده على رأس أجندة المفاوضات من أول ما اتفاقية عملت من أول كوب 1 للعمل في برلين سنة 95 حتى كوب 27 اللي اتعمل في شرم الشيخ. تستمر دائما وهيستمر ده مش كده وبس، هيستمر في كوب 28. وهناك بوادر بتقول إن هيكون الموضوع أصعب وأسوأ عشان الأزمة العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية وعدم يعني التوافق ما بين الأقطاب الكبيرة وكده. برغم أنهم طبعا ممكن يقولوا كلام حلو في زي في الجي 20 وغيره، لكن على أرض الواقع يعني هو ده ساعة الجد كله بيرجع لورا. يعني هو ساعات بيسموها البليدجز اللي هو يعني تعهدي، وبعدين الواقع بيبقى ممكن ما يزيدش عن 5% أو 10% من هذا الكلام. تعهدات مستحقة ولكن لا يتم توفيتها، لا يتم الوفاء بها. طبعا دي بتختلف من دولة لتانية ودخل فيها يعني برضك المقامات السياسية وكده. ومش طول الوقت يا فندم والله بقعد أفكر فين المنطق في التسارع لتمويل الحروب والتباطؤ، أو مش حتى التباطؤ، فكرة يعني تجاهل إن إحنا نبدأ نشتغل على تنمية الشعوب المستحقة لهذه التنمية. طب ما هو الحتت دي لو باظت ودمرت
الموارد اللي هم بيحاولوا يستنزفوها برضو مش هيقدروا يحصلوا عليه. ما هي بالظبط كده، مش هيحصلوا. ما عشان كده هناك رأي يعني الدول الأفريقية طبعا من الدول اللي هي استنزفت مواردها طبعا، وبالتالي وعشان كده لم تكن هناك رؤية أنها تبقى فيها تنمية حقيقية، لأن لو في تنمية حقيقية وأدركوا مصالحهم فالشعوب الإفريقية هتقدر تستغل مواردها، وبالتالي المستعمرين القدام مش هيقدروا يحصلوا على هذه الثروات. حاجة سيئة إلى أبعد الحدود. إلا أنه الجيد في الموضوع هو أنه إحنا اتشرفنا باستضافة حضرتك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا دكتور سيد. ألف ألف شكر، كل الشكر للدكتور مهندس السيد صبري، استشاري المتغيرات المناخية والتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، الدول اللي تعتبر نفسها دول العالم الحر والمدافعة عن الإنسانية والمدافعة عن الحريات الأربعة والمدافعة عن المبادئ والقيم العليا، هتيجي دايما لحد عندنا وتطنش، وساعة الحرب كله يقوم بإستال السيوف وإخراجها من أغمادها، لكن في السلم طبعا ازدواجية المعايير في كل حاجة، بيئة، اقتصاد، سياسة، صحة، أزمات، نكبات، معايير مزدوجة بالمزاج. خلص الكلام النهاردة على الأقل، ولكن بعد شوية يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كننا العمر فنقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة. سلامات.